روح تفضل روح كمل. ضمن البرنامج القطاعي لسنة 2023 يعني عدة مشاريع برمجت وتم الانطلاق فيها، خصوصا شق المسالك الغابية بحجم يقدر ب 50 كيلومتر موزع على المساحات الغابية للولاية. هي عندها يعني شقين من الأهمية، أول شيء هو تسيير هذه الثروة الغابية وكذلك فك العزلة عن المواطنين الساكنين بمحاذاة هذه الغابات. فتح وتهيئة المسالك عندها دور حماية وتدخل ودور فك العزلة. نسوونا طريق دروك رانا مغاية كاع مليح. راه عند الدار قريب الدار. ايه قريب الدار. احنا كنا مغبنا في هذا الطريق وخدموها لنا ورانا في رحمة دروك الحمد لله. كنا مغبنا في المطر مغبنا في الثلج احنا وجوارين منا وراهم خدمونا طريق ورانا في الرحمة دروك الحمد لله وشكر لله.